لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد سيد الأولين وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاينة واحد الفاكهة تتبقى دائما، يعني في الصيف وفي الشتاء ديما كاينة. فدابا حنا تنعرفوا جميع أن أي فاكهة كاينة ديال الصيف وكاينة ديال الشتاء، ولكن واحد الفاكهة ديما كاينة سميتها فاكهة المجالس، يعني كاع المجالس تتكون فيهم ديك الفاكهة، تتكون حاضرة ديك الفاكهة، تستعملوها النساء والرجال، الشباب والشابات، الصغار الكبار، خاصة الناس اللي بالغين تستعملوا ديك الفاكهة. وكاين اللي يستعملها كثير، وكاين ما تنتبه لهاش او ما تدياش فيها او ما يمكنلوش يجلس بلا بيها. شنو هي هذه الفاكهه ديال المجالس؟ هذه الفاكهه ديال المجالس سميتها الغيبه. اي سميتها الغيبه. واش هي الغيبه؟ الغيبه هي ذكرك اخاك بما يكره في غيبته، هذه الغيبه، ذكرك اخاك بما يكره في غيبته. يعني دابا شي واحد ما كاينش معاك، ما حاضرش، وانت تتكلم مع واحد اخر، تتكلم على ذاك اللي ما كاينش، تتكلم عليه، يعني ماشي بالخير طبعا، ولكن انا تنقول على داك الشيء اللي فيه. هذه الغيبه، لان واحد الراجل سول النبي عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله حنا تنقولوا داك الشيء اللي فيه، قال له فقد اغتبته، الا قلتي داك الشيء اللي فيه راه انت غتبتيه، ولا ما كانش فيه داك الشيء فقد باهته. البهتان هو الكذب، يعني واحد الذنب عظيم، لانك تتهمه بالباطل، تتقول فيه شي حاجه اللي ما كاينش فيه، هو مسكين. اما لا كان فيه، هو تيقول لك انا ما قلت والو، قلت على داك الشيء اللي فيه. عائشه رضي الله عنها واحد المره تتهضر مع النبي عليه الصلاه والسلام، قالت له يا رسول الله صفيه قصيره، صفيه بنت حيي، يعني زوجه من زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، قالت غير قصيره، قالت عليها غير قصيره. النبي قال لها انت قلتي واحد الكلمه لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني قال لها هذه الكلمه الخطوره ديالها الا تخلطت مع الماء ديال البحر تقدر تخلطو. اذا خصنا نردوا بالنا، الله سبحانه وتعالى في القران الكريم قال لنا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. واش كاين شي واحد فينا يقدر ياكل اللحم ديال خوه هو ميت؟ خوك مات، واش تقدر تجي وتقطع اللحم ديالو وتبدا تاكلو؟ طبعا ما تقدرش، حتى واحد ما تقدرش تاكل لحم خوك هو ميت وتشد اللحم وتقطعو وبدا تاكل. راه هادشي اللي تيوقع لينا الوقت اللي تنكونو تنتكلموا على الاخوان ديالنا والاصدقاء ديالنا والجيران ديالنا، راه بحال تاكل لحم ديال خوك وهو ميت. الله سبحانه وتعالى قال لنا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اذا انت واحد ما غيبغي هادي. ومن العقوبات، يعني العقوبه ديال الناس اللي تيتكلموا بالغيبه واللي تيستعملوا الغيبه كثير، ودابا حنا في شهر رمضان، يعني خصنا نردوا بالنا. انت صايم مزيان، ايوا على الاقل شغل اللسان ديالك، شغلوا بذكر الله، بقراءه القران، شغلوا بشي حاجه، بالاستغفار، شغلوا بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، بالتكبير، ماشي بالكلام في الناس. راه رمضان هذا رمضان، ما تبقاش تهضر في الناس عاقت تكلم، يعني راه الصيام ديالك ناقص، الاجر تاعو بغى يكون ناقص. فالعقوبة ديال الإنسان اللي تيتكلم في الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ليلة العروج بين السماوات العلى، يعني ديك القصة ديال الإسراء والمعروج المعروفة والمشهورة، الإسراء والمعراج، فشاف ناس يقطعوا من جنوبهم اللحم ويطعمونه، من جنبه تيتقطع اللحم وتياكلو. فملي سول جبريل قال له شكون هاد الناس؟ قال له هادو المغتابون، هؤلاء المغتابون، دوك الناس اللي تيتكلموا على الناس، تيتكلموا في الناس. هو تيقول لك باش غنعرف أنا غيبة هادي، باش غنعرفها؟ سهلة. يعني كيفاش ساهله؟ يعني دابا انت ملي تكون تكلم مع شي واحد وداك السيد اللي تتهضروا عليه تم جاي، واش تبقاو تهضروا؟ طبعا لا، تتقولوا اسكت 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 هو جاي اسكت هو جاي. يعني ما معنى اسكت هو جاي؟ زعما حيت راه حنا تنهضروا في الغيبه، تنهضروا في، يعني ملي غايجي ما تقدرش تقول ديك الهضره، هذه هي الغيبه. شحال من واحد يكون يهضر مع الاخر عاد يكون اسكت اسكت هو جاي، اذا هذه هي الغيبه، لان ملي تيحضر هو تتسكت، تتبدل الهضره، تقول له بدل الهضره. إذن هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، هو ما غيبغيش ديك الهضرة، ما غتعجبوش، وتقدر تقولها في وجهه. هو إلا قدرتي تقولها في وجهه ماشي مشكل، إلا قلتيها في وجهه هذيك ماشي غيبة، ولكن أنت ما تقدرش تقولها في وجهه.
إذن واش حنا كاع ما نهضروش كاع ما نقولوا حتى حاجه صافي بقاو على الساكتين ما كاينش فاش غنهضروا علاش ما عندك كاع فاش تهضر ما كاين والو تقاده والهضره المواضيع ما بقى حتى موضوع ما كيفاش تهضر عا في الواحد ايوا ولكن دابا الا بغيت انا نتزوج ولا بغيت نزوج بنتي زعما ما نمشيش نسول على هذاك ولا ما نقول ما يقوليش الحقيقه ديالو لا هنا دي ماشي غيبه انت مثلا شي واحد مثلا ما تتعرفوش جا خطب بنتك من حقك تمشي تسول عليه وداك اللي غتسولو خصو يكون صادق معاك ويقول لك اودي داك السيد مزيان ما مزيانش يقول لك داك الشيء اللي فيه هذه ماشي غيبه هذه ماشي غيبه لان هذا زواج او مثلا انت باغي دير واحد التجاره وشي واحد مثلا بغيتي تحسب ليه الحانوت وانت ما تعرف عليه والو مشيتي سولتي وقال لك بعد من هذاك ما يصلح لكش هذه ماشي غيبه اذا غير خصك تعرف كيفاش تتعامل مع الاشياء غير خصك المساله تكون عندها سبب اما عن الناس جالسين بلا سبب عاقاسين يهضروا عاقاسين يتكلموا عاقاسين في الاخر يقولوا حنا مالنا شغلنا في الاخر تقول وانا مالي شغلي وفي الاول ماشي شغلك قبل ما تبدا تتكلم في هذا الشيء ما جيت هضرتي وما خليتي ما قلتي وساليتي كاع المواضيع والسيد مسكين ما خليتي ما قلتي فيه في الاخر عاد تقول انا مالي شغلي والله يغفر لنا فهذا رمضان يعني شهر الصيام اذا خصنا نشدوا اللسان ديالنا ما نبقاوش نتكلموا في الناس ما تبقاش تتكلم فوق المسلم تشغل بشي حاجه اخرى تشغل نفسك تشغل ما استطعت لذلك السبيل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين وعلى الطاهرين وعلى اصحاب الغر الميمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.